حلو يا اللي عجبك بعدينا سايبنا ولا يبقي قعدينا. اختبار كان يوم جميل جدا بس كان شاق جدا. الاعداد مهوله، مش قادر اقول لكم الاعداد قد ايه، ومستمرين من الساعه 6 الصبح. دكتور محمود سعد وكل القائمين على الشركه المتحده وبرنامج كابيتانو عاملين حاجات رائعه. الحقيقه احنا السنه دي حبينا نعمل حاجه جديده، حبينا نعمل القياسات البدنيه باحدث الاجهزه اللي موجوده. فاحنا السنه دي استخدمنا اجهزه السبيد مايكرو جيت، نقيس السبيد بتاعه اللعيبه، ودي حاجه اول مره تحصل تقريبا في مصر وفي الشرق الاوسط. اتمنى ان احنا النهارده وبكره ان شاء الله ان احنا ننتقي عناصر مميزه باذن الله، ونختار عناصر موهوبه ان شاء الله تكون ليها مستقبل سواء في الانديه بتاعه الدور الممتاز او على منتخبات مصر في الاجيال المختلفه والاعمار السنيه المختلفه ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. مشكور وزاره الشباب والرياضه ان هي قدرت توفر مدربين على اعلى مستوى انهم يوصلوا لاماكن في سوهاج واللي حواليها والقرى. الحمد لله رب العالمين، سوهاج تحتضن اكبر عرس كروي للناشئين في صعيد مصر، وان شاء الله باذن الله فيهم مواهب كتير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اكتشاف هذه المواهب. اولا نظام رائع جدا، اللاعب بيدخل بياخد الاستماره وبعدين يتحط اللعيبه في مجموعه فرقتين، وفي مجموعه المدربين موجودين بيقوم بالاختبار، ما فيهاش واسطه ولا فيهاش اي حاجه، ودي حاجه ممتازه جدا انه الاختبارات جت في سوهاج، جت عند الناس الغلابه اللي يستحقوا يتشافوا يعني.